مشاهدينا اهلا بكم، وهذه الحلقه من صحافه الغد. هذا البرنامج الذي يتناول اهم واخر الاخبار الصادره في الصحف والمجلات المصريه. الصحيفه التي نتجول بين اخبارها اليوم هي اخبار اليوم، ومعنا للتعليق على الاخبار الاستاذ احمد رفعت الكاتب الصحفي بالجريد. اهلا بك يا فندم. اهلا بك يا زعبير. اهلا يا فندم. هذا العدد من الجريدة يعني مشاهدينا بيتحدث عن إنجازات تمت في العام الماضي 2018 وإنجازات سوف يتم استكمالها في العام الجديد بإذن الله. كل عام وحضراتكم بخير، والبداية ستكون مع قطاعي الإسكان الاجتماعي ومياه الشرب. هذا الخبر يقول: إنجازات جديدة تتحقق في 2019 رئيس الوزراء، استكمال مشروعات الإسكان الاجتماعي وتوصيل مياه الشرب لقرى الصعيد. يعني بالفعل هما قطاعان تم إنجاز الكثير فيهما خلال العام الماضي، ومن المنتظر أن يتم استكمال هذه الإنجازات في العام الجديد. خلينا نبدأ بالإسكان الاجتماعي يا أستاذ أحمد. وبالنسبة للإسكان الاجتماعي حضرتك، إحنا الدولة استطاعت خلال الفترة اللي فاتت وبالذات بعد ثورة 30 يونيو، إن كان في انطلاق رهيب من الدولة إن هي تقدر توفر إسكان اجتماعي لمحدودي الدخل ومتوسطي الدخل. وتم، بس احنا لو اتكلمنا على 2018 كان في عندنا 609 ألف وحدة سكنية تم إنشائها خلال هذا العام، وده رقم كبير طبعا، ان الدولة يعني احنا داخلين على 1 مليون وحدة سكنية. طبعا ده منهم 144 ألف وحدة سكنية للإسكان الاجتماعي، وحوالي 100 ألف وحدة سكنية لمتوسطي الدخل، وفي عندنا 400 ألف وحدة سكنية الدولة ادت قطع أراضي للناس البسطاء ومحدودي الدخل، ان هم يقدروا، وديتهم قروض ومنح ان هم يقدروا يبنوا مساكن ليهم. يعني احنا بنتكلم في 609، ده رقم كبير جدا. عشان نتكلم ان الدوله بعد كده في الفتره الجايه ان شاء الله، الدوله بتخوض دلوقتي حرب شرسه بينها وبين نفسها في اطار التنميه وتوفير مساكن كبيره جدا. احنا بنتكلم دلوقتي الدوله هتنشئ 20 مدينه جديده، مدن على من الجيل الرابع، مجهزه باحدث البنيه الاساسيه والبنيه التحتيه، صرف صحي ومياه شرب. طبعا مش هنشوف قصه الصرف الصحي ومشاكله والميه مشاكلها، لا، ده في بنيه تحتيه وبنيه اساسيه على اعلى مستوى بتواكب التطورات التكنولوجيه اللي العالم بيتعايش معها الان. احنا عندنا 20 مدينه في اغلب محافظات مصر، يعني الدوله بتنشئ دي. طبعا هيتم على مساحه كام عشان الناس تبقى عارفه؟ 580 الف متر مربع هيقوم عليهم 20 مدينه، دي هتستوعب 30 مليون نسمه. احنا طبعا شايفين الزياده السكانيه الرهيبه اللي مصر بتشهدها، احنا داخلين في اكثر من 102 مليون نسمه. طبعا الوحدات السكنيه دي هتقدر تساعد على تخفيف حدة العشوائيات والانتهاء من العشوائيات. صحيح. وتوفير مسكن آمن بالنسبة للمواطن ومحدود الدخل. بالنسبة أستاذ أحمد، يعني المياه الشرب يمكن خبر تحدث بالتفصيل عنها وتوصيلها لقرى الصعيد بالتحديد. هو بالفعل الصعيد كانت من المناطق المحرومة في العهد البائد والأنظمة السابقة، ما كانش في أي خدمات بتشهدها الصعيد. دلوقتي احنا بنشوف مصانع، بنشوف شركات، بنشوف بنية أساسية وبنية تحتية في الصعيد وتوفير فرص عمل. بالنسبة لمياه الشرب كانوا بيعانوا من المياه سيئة جدا، يمكن طرمبات أو بيوصلوا مياه، بتصل المياه من الصرف الصحي وبشكل عشوائي جدا. لا، الدولة وصلت يعني حوالي أكثر من 6 مليار جنيه مياه شرب لمناطق الصعيد، وإن شاء الله خلال 2019 هيتم استكمال هذه المشروعات وتوصيل المياه إلى أكثر من مناطق، بالذات إن احنا عندنا مدن جديدة. يعني عندنا في، لو بنتكلم على أسوان، في عندنا مدينة جديدة في توشكا، إذا كنا بنتكلم على بني سويف عندنا مدينة الفشن الجديدة، إذا كنا بنتكلم على المنيا عندنا ملاوي الجديدة، عندنا مناطق كتير في الصعيد بيتم انشاء مدن فيها، وطبعا صحيح. توصيل مياه الشرب وده بيكلف الدوله طبعا المليارات. ده صحيح. خلينا ننتقل لقطاع اخر، قطاع الصحه وما تم انجازه في هذا القطاع. الخبر يقول: 5 مليارات جنيه لتطبيق منظومه التامين الصحي. يعني قطاع الصحه بالتحديد بيعد من ابرز القطاعات التي شهدت العديد من الانجازات خلال العام الماضي. يمكن 3 ملفات ايضا برضه بالتحديد يا استاذ احمد يعني بيتحدث عنها هذا الخبر. خلينا نبدا باولها وهو منظومه التامين الصحي. وهناك منظومة التأمين الصحي ده اللي كان الرئيس تبناه بشكل قوي جدا السنة اللي فاتت، وتم بالفعل يعني طرح المرحلة الأولى من المشروع التأمين الصحي. والمرحلة الأولى على فكرة هي 5 مليار جنيه، دي فلوس دعم من الدولة للمرحلة الأولى للتأمين في 5 محافظات: بورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء. طبعا المرحلة دي هم شغالين فيها دلوقتي، المرحلة الثانية من المتوقع انها تبقى في شهر ابريل القادم ان شاء الله المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة. وايضا الدولة هتوفر ما يقرب من 10
مليار جنيه لوزارة الصحة عشان تقدر تواكب مسألة التأمين. احنا بنشوف معاناة بشكل كبير جدا في منظومة التأمين الصحي، مش كل المصريين كانوا مشتركين في التأمين، لا ده دلوقتي أعداد كبيرة بالملايين بتدخل داخل المنظومة، وهيتم عشان المنظومة تبقى متكاملة هيتم تطوير الوحدات العلاجية والمستشفيات، واللي فيها مؤهل هيخش المنظومة، اللي مش مؤهل هيعيد تأهيله من جديد. نعم. انا شايف ان قانون التأمين الصحي ده مفيد جدا وهيفيد ناس كثيرة، وبالفعل في ناس استفادت. احنا اتكلمنا في 5 محافظات المرحلة الاولى، وان شاء الله المرحلتين خلال منتصف عام 2019 هيتم البدء في هذه المحافظات. نعم. يمكن يعني ملف آخر أيضا في قطاع الصحة تم البدء بالفعل فيه إنجازات كثيرة فيه، وسيتم استكمال هذه الإنجازات في العام الجديد، قوائم الانتظار. هو قوائم الانتظار كنا بنعاني طبعا منها بشكل كبير. قوائم الانتظار ده عشان الناس تبقى عارفه، اللي هي العمليات الجراحيه والحالات الحرجه، كنا بنشوف مستشفيات ما بتستقبلش الحالات الحرجه وبترفض، حتى لما نيجي لمستشفيات خاصه بترفضها تماما لان محتاجين دعم مادي. طبعا الرئيس هو الثلاث ملفات عشان نكون صراحة، الرئيس عبد الفتاح السيسي هو اللي متبناهم، وانا شايف ان الوزاره في اتجاه والرئيس عبد الفتاح في اتجاه تاني خالص، هو بيهتم بصحه المواطن في المقام الاول. زي ما حضرتك شفنا بالنسبه للحالات الحرجه، احنا في الاول احنا عالجنا 73 ألف حاله جراحيه في 9 تخصصات. بالنسبه اذا كنا بنتكلم على المشروع المليون 100 مليون صحه اللي الرئيس تبناه، ولحد النهارده احنا يعني تم معالجه او تم الكشف على 22 مليون مواطن. محافظه القاهره بتتصدر المحافظات، يليها محافظه المنوفيه، يليها محافظه سوهاج. طبعا دي منظومه، دي منظومه هائله جدا ورائعه وبتفيد المصريين، والرئيس بيهتم بصحتهم. انا بتكلم بقى وزاره الصحه في جانب تاني للاسف المفروض ان يبقى فيها اهتمام، اللي هو بالنسبه للعلاج والشركات العلاجيه للوزاره والنقابات في وادي والدوله والمواطن البسيط في وادي تاني خالص. حضرتك لما تروح احنا في اكتر من 2000 صنف دواء علاجي مش موجودين بالنسبه للسكر والقلب والاعصاب والعظام، ودي يعني كميه كبيره جدا. الدكاتره بتيجي تكتب العلاج بيروحوا يشوفوا الصيدليات مش موجوده. ازاي دوله كبيره بحجم مصر ولها وضعها ولها كيانها غايبه عنها الرقابه من وزاره الصحه، سايبين شركات الادويه تتلاعب بصحه المواطنين؟ انا شايف ان ده امر لابد من الانتهاء منه، لان صحه المواطن مش لعبه في ايد اي شركات او في اي يعني مواطنين. استاذ احمد، يمكن في مجال الدواء بالتحديد ايضا تم يعني انجازات بالفعل يعني تعد يعني غير مسبوقه، يمكن انشاء مصنع لانتاج ادويه الاورام، ايضا توفير ادويه زي ادويات ايضا اورام الثدي بالتحديد في مصر، دي كلها انجازات في مجال الدواء. ما هو دي انجازات بالفعل الدوله اللي بتقوم بيها، لكن للاسف الشركات او المصانع اللي الدوله بتنشئها في هذا المجال عددها عشان نواكب الاعداد الكبيره لمصر والمواليد دي اعداد بسيطه جدا. مصنع بالنسبه لاورام مصر فيها نسبه كبيره جدا دلوقتي من الامراض بسبب الاكل وبسبب الهرمونات وبسبب الفساد وافسده والسلع والمنتجات اللي بتجي لنا بره مسرطنه، دي ادت الى انتشار المرض بشكل كبير. مصنع واحد انا شايف هيحاول يسد العجز، لكن اغلب الادويه اللي بيحتاجها المريض وبالذات في مرض الاورام بيتم استيرادها من الخارج، الشركات بتستوردها بتتلعب بتخزنها عشان تطرحها في السوق السوداء باسعار كبيره جدا. لابد ان تكون هناك رقابه من وزاره الصحه يستكملوا مشوار الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمامه بصحه الانسان. نعم. خلينا ننتقل لقطاع اخر وهو قطاع التموين. حصاد قطاع التموين 2018، يعني قطاع التموين أحد أيضا أهم القطاعات اللي تم فيها إنجازات كثيرة. هذا الخبر بيتحدث عن إنجازات تمت العام الماضي، من بينها توزيع سلع تموينية قيمتها 3.5 مليار جنيه ل 68 مليون مواطن. هو تمام، احنا هو عدد المستفيدين من المستفيدين من البطاقات التموينيه عندنا حوالي 68 مليون مستفيد من البطاقات التموينيه. الدوله بتدعم السلع التموينيه او بتدعم وزاره التموين ب 85 مليار جنيه، ده رقم كبير جدا. الدكتور علي مصلحي وزير التموين قال بعض التصريحات، قال ان عام 2019 هيشهد بعض القرارات المهمه اللي هتخدم المواطن البسيط في المقام الاول. ايه هو؟ قال تصريح ثاني في غايه الخطوره، انا شايفه ان هذا التصريح لابد ان يتم اعاده حساب مع هذه المنظومة، اللي هو ان في اكتر من 5 مليون مواطن بيستفيدوا من دعم الخبز والسلع التموينية، مش بطاقات مزورة وباسماء وهمية واسماء متشابهة. هو قال ان هو هيعيد تحديث البيانات وقاعدة البيانات التي تخص هؤلاء الافراد ليتم حذفهم من البطاقات التموينية، لان كمان احنا العام القادم احنا من المتوقع ان يتم زيادة 6 مليون مستفيد من المواليد الجديدة للبطاقات التموينية، صحيح. وده بيكلف الدولة اكتر من
7 نعم. مليار نعم. في العام، يعني اضافه 6 بلايين من المواليد الجدد للبطاقات التمويليه. البطاقات احنا بنتكلم احنا عندنا 68 يعني ده تم العام الماضي ولا لسه سيتم؟ لا ده لسه خلاص المواليد عام 2019 متوقع ان هيصل المواليد الجديده اللي هيتم اضافتها، يعني طبعا مع فرق الفترات العمريه هيصلوا الى حوالي 5 مليون او 6 مليون مواليد جديده على 68. احنا بنتكلم في حوالي 75 مليون مستفيد. طبعا الدعم ال 85 مليار هيصل الى 95 او 93 مليار جنيه للدعم، رقم كبير جدا. هو قال ان احنا عن طريق وزاره الشهر العقاري والضرائب العقاريه ووزاره الكهرباء هيتم والمرور هيحصد على قد ما يقدر النسب او الاعداد اللي هم هتستفيد بشكل فعلي، عشان كمان يبتدي بقى يدي لدول حوافز ان شاء الله في شهر يوليو 2019 يتم زياده السلع التموينيه وبشكل كبير وبوفره. وال3 مليار اللي احنا اللي حضرتك بنتكلم عليهم، ال3 مليار اللي هم الدوله دعمتها للسلع التموينيه تصل ل 5 مليار و6 مليار. احنا شايفين احنا مقبلين على زياده اسعار الفتره المرحله الاخيره من رفع الدعم هيبقى في شهر 6 ان شاء الله. فاحنا طبعا لازم ده يواجبه ان المواطن يشعر ان في زياده في السلع وفي الخدمات التي تقدم له. كمان هيطور او هيحدث المجمعات الاستهلاكيه، في عندنا حوالي الشركات حوالي 34 شركه تتبع من السلع التموينيه تتبع وزاره التموين، هيتم الشركات الخاسره هيتم يقنن وضعها ويشوف وضعها ايه علشان تقدر تربح بعد كده وتحقق ربحها، والشركات الموجوده بالفعل وتقدر يعني تمشي حالها زي ما بيقولوا هيتم تطويرها وتحديثها علشان تقدر تواكب العصر الحديث. فان شاء الله شايفين ان شاء الله 2019 يعني عام يعني في تفاؤل باذن الله لبعض القرارات الحكوميه. خلينا ننتقل لقطاع اخر وهو قطاع الزراعه. الزراعه اطلاق مشروع زراعه 2.5 مليون نخله، يعني ايضا هذا القطاع قطاع الزراعه تم انجاز عدد من المشروعات خلال العام الماضي، يمكن الخبر بيتحدث بالتحديد عن 3 مشروعات. البدايه مع مشروع زراعه 2.5 مليون نخله. هو حضرتك بالنسبه للزراعه، الزراعه طبعا عصب التنميه في مصر، واحنا خدنا شوط كبير جدا بالنسبه للزراعه والمشروعات التمويليه. بالنسبه لمشروع ال 2.5 مليون نخله ده المشروع ده الرئيس اعلن عنه من خلال الايام الماضيه خلال افتتاحه للصوب الزراعيه في العاشر من رمضان. ده المشروع ده لسه هيتم يعني بينفذه دلوقتي القوات المسلحه بدا في تنفيذه، يعني هنشوف نتائج هذا المشروع العام القادم باذن الله. نعم. اما احنا المشروعات اللي هي تمت بالفعل وما زالت تستكمل، مشروع القومي لل 100,000 صوبه زراعيه، ولحد النهارده احنا وصلنا الى 10,000 صوبه، لان هو المشروع على 5 مراحل. كل مرحله 20,000 صوبه، بيكلف الدوله 2 مليار جنيه، الصوبه بتكلف الدوله 2 مليون، الصوبه الواحده 2 مليون جنيه، لو اتكلمنا في 100,000 يعني 2 مليار. نعم. هتوفر اكتر من 300,000 فرصه عمل. ده مشروع هيتم استكماله، احنا خدنا 10,000 وان شاء الله خلال هذا العام 2019 هنصل ل 10,000. ده هيخفض من اسعار الخضروات وهيتيح توفيرها في الاسواق بشكل كبير جدا. صحيح. ده مشروع مهم جدا. المشروع النهارده اللي بنتكلم عليه مشروع 1.5 مليون فدان، اللي المرحله الاولى تم تسليمها بالفعل للشباب الخريجين والصغار المزارعين والمستثمرين، والدوله بتجهز الارض دلوقتي عشان يبتدوا زراعتهم. زرعوا منها حتى الان ما يقرب من 60,000 فدان. عندنا لو بنتكلم عندنا مشروع الانتاج الحيواني والانتاج السمكي، والدوله لاول مره في مشروعات هيتم افتتاح يعني انشائها وجاري انشائها بالفعل حاليا في تنزانيا والسنغال وبوركينا فاسو. نعم، يعني هو الخبر بيقول ان هناك توسع في المزارع الحيوانيه في افريقيا. ده طبعا. نعم. طبقا لتوجيهات الرئيس ان الدوله لابد ان مصر يكون لها تواجد داخل افريقيا، لان كنا احنا مهملين. نعم. او احنا بنهمل افريقيا الفتره الماضيه من حساباتنا. لا، ده فيه اهتمام ان احنا هنبقى متواجدين داخل افريقيا، وطبعا هناك مراعي طبيعيه والاسعار هتبقى رخيصه، وهنقدر بالنسبه للحوم نطرحها هنا باسعار مخفضه. المشروعات طبعا حتى الان المواطن لم يشعر بهذه المشروعات بشكل فعلي، لان اعدادنا زي ما اتكلمنا احنا بنتعدى ال 100 مليون، ومشروعات يعني احنا لسه بنبني دوله. لكن انا شايف ان ازمتنا زي ما بقول كذا مره ان ازمتنا في الرقابه، يعني الدوله بترفع الدعم علشان تحاول الى تحسين الاقتصاد بشكل عام، وان احنا نرفع الدعم ونبتدي نبني بلدنا من اول وجديد، والسلعه تباع والدوله تبني بس، والخدمات وتقدم الخدمات. لكن لابد ان يكون هناك رقابه، لان الدوله بتعمل شيء والتجار والجشعين بيرفعوا الاسعار بشكل ثاني. يعني المواطن بيجي في السنه يلاقي نفسه 5-6 مرات الاسعار بترتفع بشكل رهيب. ده طبعا الكلام ده يعني لابد ان يكون هناك مواجهه قويه من الحكومه. صحيح استاذ احمد، يمكن ايضا الخبر بيتحدث بالتفصيل عن قناطر ديروت، وبيقول انها سوف تروي
1.5 مليون فدان. لا هو بالفعل القناطر هتروا 1.5 مليون فدان، لان المشروع القومي للرئيس عبد الفتاح السيسي اعلن عنه هو مش 1.5 مليون فدان بس، لا ده المشروع القومي 4 مليون فدان. نعم. احنا بنحدد 1.5 مليون اللي احنا كنا بنبدا شغالين فيهم حاليا، لكن هنصل الى المساحات دي خلال الاعوام القادمه باذن الله. نعم. طب خلينا ننتقل لقطاع اخر وهو قطاع النقل. الخبر يقول النقل افتتاح 4 محطات جديده بمترو مصر الجديده وتطوير السكه الحديد. يعني ايضا قطاع النقل او بالتحديد المترو افتتاح خطوط، تم بالفعل افتتاح خط جديد الخط الثالث العام الماضي. ايضا هناك يعني من المنتظر هناك خطه يعني تخص المترو بالتحديد، خط رابع وخط خامس يمكن او خط سادس على مدار 15 عاما يا استاذ احمد. ما دي خطه الدوله فعلا لإنشاء هذه المحطات، لأن عاوزين يربطوا القاهرة والمحافظات، يتم ربطها في كيان واحد كيان هيئة مترو الأنفاق، وده هيحل مشكلة كبيرة لمشكلة المواصلات اللي احنا بنعاني منها، وهيخفض حتى الأسعار للمواطن اللي بياخد مسافات طويلة جدا. طبعا المسافات هتبقى بسيطة، وتذكرة المترو حتى لو تم زيادتها في الفترة القادمة هتبقى أقل من الأسعار المواصلات الخارجية من ميكروباصات وأتوبيسات والكلام ده. فطبعا المشروعات دي الدولة فيه 22 مليار جنيه لحتى للسكك الحديديه والانشاء. نعم. يعني هيشتروا عربات سكه حديديه عشان يقدروا 1300 عربه بالتحديد. 1300 عربه طبعا رقم كبير جدا والمبلغ كبير جدا. ده طبعا لان قطاع السكه الحديد ده قطاع مهم جدا. ده مش كده وبس، ده في وزاره النقل وقعت مع احدى البنوك الصينيه اتفاقيه ان هم هيعملوا القطار الكهربائي ده، القطار هيبقى السلام العاصمه الاداريه العاشر من رمضان. مصر هتستطيع ان تحصل على منح وقروض في عشان تقدر تحقق المشروع ده، مليار و200 مليون دولار رقم كبير جدا. والمشروع ده هي 5 شركات مقاولات هي اللي هتنفذه مصريه، والارض على 67 كيلو. ده طبعا مسافه كبيره جدا اللي هيبقى هيمشي عليها القطر المكهرب. لا. ده طبعا مشروع مهم جدا وهيوفر وهيقطع مسافات بالنسبه للمدن الجديده اللي احنا بنتكلم عليها، وهيتم تنفيذه باذن الله الأم القادم. خلينا ننتقل للتالي، والتالي يتحدث عنا منظومه الشكاوى الحكوميه الموحده. الخبر يقول الرئاسه والرقابه الاداريه والتنظيم والاداره يتابعون الالتزام بالاجراءات. يعني حسب هذا الخبر تلقت منظومه الشكاوى الحكوميه الموحده 1.5 مليون شكوى، تم حل 85% منها. هو ده بالفعل، دي كانت توجيهات الرئيس ان يبقى فيه ان الدوله تتلقى او الحكومه تتلقى شكاوى يتم حلها على اسرع وقت. هي الشكاوى دي بتتمثل في اغلب الشكاوى. طب دي خلينا بس الاول نلقي كده فكره عن منظومه الشكاوى الحكوميه الموحده يا استاذ. هي منظومه الشكاوى دي طبعا الحكومه الرقابه الاداريه، وبنتكلم على التنظيم والاداره، وبنتكلم على الرئاسه. خصصوا يعني رقم كول سنتر، وخصصوا بريد الكتروني ان اي حد عنده شكوى من خلال هذا البريد يبعت شكوته ويتم الرد عليها. نعم. او من خلال الاتصال التليفوني ويشوفوا شكوته ويتم تأييدها من خلال هذه المنظومة. وتم تعيين مدير للصندوق او صندوق الشكاوى، يتلقى وصف كبير من العاملين يتلقوا الشكاوى ويطرحوها على المسؤولين ويشوفوا حلها هتم حلها ازاي، مش في القاهرة بس، ده في كل المحافظات. نعم. اغلب الشكاوى اللي تم، يعني احنا بنتكلم في 1.5 مليون شكوى. منهم اكتر من 600,000 شكوى في مجال القمامة، لان احنا شفنا ان الفتره اللي فاتت كان عندنا قمامه في كل الشوارع وكل الميادين، وكان حصل تغيير المحافظين بسبب هذه القمامه. تم حل نسبه كبيره من احنا بنتكلم في 85% من هذه الشكاوى. نعم. عندنا شكاوى بالنسبه للفساد، واحنا شفنا ان هيئه الرقابه الاداريه تم وضعت يدها على الكثير من الفاسدين المفسدين خلال الفتره اللي فاتت، وحققت معاهم وحولتهم الى العداله لينالوا جزائهم. شفنا ان الصرف الصحي والكهرباء والمياه، الشكاوى كانت بتشمل هذه كل هذه الامور. تم بالفعل حل 85% منها، وما زال حتى الان الصندوق يتلقى الشكاوى ويعمل على حلها في اسرع وقت. نعم. الاستاذ احمد رفعت الكاتب الصحفي بجريده اخبار اليوم كنت معنا في هذه الجوله الصحفيه السريعه. شكرا لك. شكرا لك يا صاحبي. مشاهدينا انتهت حلقه اليوم من صحافه الغد، غدا باذن الله حلقه جديده، فريق عمل جديد، فالى اللقاء.